ساديو ماني يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركلة الأولى، هل يحصل على الأسبقية؟ ساديو ماني يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى، تسديدة قوية وجميلة، ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الآن اللاعب المختص لكن بالتأكيد عليه ضغط. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. الآن يتقدم اللاعب الثاني. ضيعها. يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب. يضعها على يمين الحارس. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. ثم مع الثالث الآن. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. يتقدم المسدد الثالث. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. تألق الحارس في إنقاذ الكرة. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح. ينقذها الحارس. يا سلام، الله على هذا التألق. عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. يا سلام على براءة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. الآن الدور على خامس اللاعبين. الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. ميندي هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. الآن الدور على اللاعب السادس. راحت خارج المرمى. ميندي عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم لكي يعيد. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. وقت اللاعب السابع. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. الجزائر يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. الآن حان وقت الركلة الثامنة واللاعب الثامن. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لأنه مستحيل التصدي لها. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. وسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. المسدد التاسع يتقدم. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. الآن جاء دور اللاعب العاشر. أوه، الحارس توقعها صح لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. الجزائر يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن.
يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. اقتربنا من الحسم، اللاعب الحادي عشر ربما تكون له الكلمة. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة، وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. ساديو ماني، حان دورة من أجل تسديد الركلة. أوه، الكرة تصطدم في القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة. ميندي إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. صار يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. الجزائر يحاول إبقاء على حظوظ قائمة الآن. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. نيكولاس جاكسون يحاول الحفاظ على تركيز الآن من أجل التسديد. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وسجل، ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. سار يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. والآن الدور على غوييه، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. الجزائر يحاول إبقاء على حظوظ قائمة الآن. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. جاكوبس يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. الجزائر يحاول إبقاء على حظوظ قائمة الآن. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. سددها بطريقة سيئة. ميندي عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك، لكي يكون هو النجم، لكي يعيد الأمل لفريقه. فيه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. نياكاتي يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. حسرة كبيرة، نعم لقد ضيع الركلة. ميندي هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. أنهت هذه الركلة المباراة.
يا لها من طريقة صعبة جدا في الخسارة. الحظ كان له دور كبير فيها. الحارس حاول يفعل شيء لكنه لا يشعر بخيبة أمل.